هذا الملتقى وأسعد بزيارتكم جميعاً. أشكر أستاذ محمد الأحبات وزملاء على التنسيق على الملتقى البسيط، وإن شاء الله يكون ذو إثراء لكم جميعاً. فباسمي واسم منسوب المعهد نرحب بكم جميعاً، نتمنى لكم التوفيق. أنا ما راح أتحدث نيابة عن الزملاء، الزملاء لديهم برنامج متكامل لكم. أنا فقط أرحب بكم وأتمنى لكم وقت سعيد معنا، وهذا معهدكم وهذا بيتكم الثاني بعد التربية والتعليم بأي وقت، سواء التحقتم بالمعهد أو لم يلتحق معهد، فنظل أسرة واحدة ومكملين لبعض. نرحب بكم مرة أخرى وأتمنى لكم إن شاء الله وقت سعيد وممتع جميعا. السلام عليكم. في المعهد الثانوي الثانوي في الدمام نرحب بكم أجمل الترحيب وأزكى، هللتم أهلا وواطئتم سهلا. معكم وكيل التدريب المهندس عبد الله الغامدي، سوف نأخذكم إن شاء الله في جولة تعريفية عن المعهد الصناعي الثانوي بالدمام مع زملائي من بعض منسوبي المعهد. بإذن الله نتمنى لكم الفائدة والمتعة. الآن سوف نعرض لكم فيلم وثائقي عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. سوف يكون هناك مجموعة من الأسئلة على بعض المحتوى الذي سوف يعرض، سواء مقاطع الفيديو أو عروض البوربوينت. عندنا مجموعة من الأسئلة سوف تعرض عليكم أو تطرح عليكم وعليها جوائز بإذن الله. إن تتطلع إلى الغد وما يحمله من وعد قادم وطموح ثابت بالتطور والنمو وإيمانا برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بأن تطوير التدريب والتعليم والاهتمام بمخرجاته هو من أهم الأسباب التي تدفع المملكة العربية السعودية لبلوغ أعلى درجات التطور والرقي. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تساهم بشكل فاعل حقيقة في هذه النهضة التنموية الاقتصادية من خلال تدريب وإعداد الكوادر المهنية المؤهلة السعودية، بالإضافة إلى أن يكون جميع تدريبنا مبني على احتياجات فعلية لقطاع الأعمال. سنعمل إن شاء الله على أن يكون فعلا للشاب والشابة السعودية المساهمة الأكبر في اقتصاد مستدام للمملكة العربية السعودية. وقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بصياغة استراتيجية متطورة تتوافق مع متطلبات اقتصاد واعد ومتجدد، لتساهم بدورها بتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، وذلك من خلال إطلاقها لمبادرات جديدة تستهدف من خلالها مواكبة رؤية المملكة المستقبلية بالوصول إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح. There is a good opportunity for students just to learn here and even just to be successful in a company. العمل اللي نشتغل فيه أولاً فن واحتراف. في مجالات كبيرة يعني للمتدربين وفي فرص وظيفية كبيرة. The first country where I've actually and trained them on the job. ويعد تحسين الجودة التدريبية من أولويات المؤسسة لتواكب بذلك تطورات سوق العمل وسد حاجة السوق من الأيدي الوطنية المؤهلة. يتم تدريب المتدربات في الكليات التقنية للبنات بشكل تطبيقي وعملي على المهارات اللازمة والواجب اكتسابها لتلبية احتياجات سوق العمل، ومن خلال انتشار العمل الحر ومن خلال انتشار العمل المهني في سوق العمل وجدت الكليات التقنية إقبال شديد من الفتيات ومن خريجات الثانوية وأيضا من خريجات البكالوريوس لدخول الكليات التقنية واكتساب المهارات اللازمة لديها. دخلت الكلية التقنية على الرغبة، مع وجود الآلات الحديثة والخامات اكتسبت مهارات يدوية كثير راح تأهلني إن شاء الله لدخول سوق العمل. توجهت لمسار صيانة الجوالات لكوني أملك المبادئ الأساسية في الصيانة والتي كونتها لي التخصص بعد. وحرصت المؤسسة على الاستفادة من الخبرات الدولية في التدريب لتقديم برامج تدريبية وفق أرقى المستويات والمعايير العالمية. Students not only need to gain knowledge, but they also need to gain competency with the skills in order for them to be work ready for the employer.
الكلية تهيئك لسوق العمل بشكل كامل من الألف إلى الياء. أي تدريب مهني ممكن يفيد وطنك في المستقبل؟ في عدة هذه المراحل منها النجاح، أعتقد الشهادة هي المعتمدة. كما تعمل المؤسسة على تطوير شراكتها مع القطاع الخاص بشكل مستمر من خلال عدة مسارات، من أبرزها تشغيل معاهد الشراكات الاستراتيجية بالشراكة مع قطاع الأعمال لتقدم تدريباً منتهياً بالتوظيف. أسيس مجالس تدريبية للقطاعات الحيوية المختلفة لوضع الخطط الاستراتيجية للموائمة بين العرض والطلب على الكوادر الوطنية المؤهلة. Beyond the knowledge that we try to provide in the classroom for these students is we want to give them an opportunity to have hands-on experience. The best way to learn new tasks is through experience. In Saudi, the student, if he becomes skilled, has got a bright future because he's got a secure future. ويبقى الفرد هو نواة المجتمع بقلبه وعقله ويده، يبني قواعد متينة من الكفاءة والمهارات لمواكبة النهضة. فنحن نؤمن بأن القوة الوطنية العاملة والمخلصة هي القوة الدافعة الكفيلة ببناء اقتصاد مستدام ومجتمع يتمتع بالرقي والرفاهية ليعم الخير كامل أرجاء المملكة. مؤسسة العامة لتدريب التقني المهني ستسعى إن شاء الله إلى تحقيق جودة عليا في تدريب يرقى إلى أن يكون فعلا في مصاف الدول المتقدمة. البنات في الوطن عندهم شغف، عندهم حماس قوي، وبإذن الله قادرين. نحن قدها قدها بإذن الله. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما فيها الكليات التقنية ومعاهد التنوية الصناعية. الآن سوف نعرض لكم بإذن الله اللي هو عرض عن المعهد الثانوي الصناعي في الدمام. طبعا هذا الهيكل التنظيم المعهد، طبعا بالنسبة عند الرؤية والرسالة المعهد، يعني هذه رسالة المعهد ورؤية المعهد. الهدف هو الإسهام الفاعل باستقطاب يعني التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى البلد، تدريب سواء في مجال التدريب التقني والمهني. وهذه رسالة تقديم البرامج التدريبية التقنية والمهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل، كذلك إتاحة فرصة التدريب على برامج التدريب التقني والمهني التي تواكب العمل. كذلك عندنا تعريف بأهمية التدريب التقني والمهني في سوق العمل، في سوق العمل. تأهيل القوى العاملة مهنيا أو احترافيا بما يوافق سوق العمل، كذلك تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية عالية المستوى، بيئة تدريب آمنة تراعي شروط السلامة المهنية، وكذلك ورش تدريب متخصصة لكل مهنة وحرفة في مجال سوق العمل، وكذلك عندنا التوعية بأهمية العمل المهني ومزايا التدريب التقني والمهني. عندنا لكم بعض الإحصاءات بشكل سريع عن المعهد الثانوي الصناعي بالدمام. عندنا تقريبا 800 متدرب حاليا ملتحقين بالمعهد الثانوي الصناعي بالدمام في شتى التخصصات. منسوبي المعهد أو المدربين 130 مدرب تقريبا على مستوى المعهد. مساحة المعهد تقريبا 174 ألف متر مربع. عدد المرافق تقريبا 10 مرافق، وراح نمر عليها بشكل سريع.
عندنا كذلك المعامل التدريبية قرابة 400 معمل متخصص في المعهد الثانوي الصناعي بالدمام، عدد الورش 13 ورشة تدريبية، وعندنا كذلك 131 قاعة تدريبية. التخصصات الموجودة في المعهد عندنا قسم اللحام أو الأقسام الموجودة، التخصصات الموجودة قسم اللحام، ذلك عندنا الكهرباء بنوعيها أو شقيها، الكهرباء الصناعية والكهرباء الإنشائية، كذلك عندنا اللي تخصص الإلكترونيات، تخصص الإنتاج أو تشغيل آلات الإنتاج، تخصص التحكم الرقمي أو تشغيل المكائن التحكم الرقمي، ميكانيك السيارات، وكذلك التبريد والتكييف. آلات الإنتاج 9 فصول تدريبية تقريبا 130 ساعة معتمدة. كذلك عندنا اللي هو التحكم الرقمي اللي تخصص التحكم الرقمي، وزي ما احنا شايفين الصورة هذه مكائن التحكم الرقمي، واحد الصور موجودة والمكائن موجودة في الورش التدريبية. هذا قسم التبريد والتكييف، زي ما احنا نشوف الصورة الآن المجموعة من المتدربين شغالين على أحد أجهزة التكييف، كذلك 9 فصول تدريبية و130 ساعة تدريبية. قسم اللحام نفس الشيء، طبعا مدة الدراسة 3 سنوات، كل سواء الدبلوم 3 سنوات تدريبية. عندنا كذلك قسم ميكانيك السيارات مدة 9 فصول لو 3 سنوات. الكهرباء الصناعية، وزي ما تشوف الصورة أحد المختبرات والمعامل في قسم الكهرباء الصناعية. الآن اللي هو قسم الكهرباء الإنشائية، واحد المتدربين يعمل في الورشة. قسم الإلكترونيات، بالنسبة لي اللي شفناها سابقا أنا شاب اللي هي إيش، برامج الدبلوم أو دبلوم الثانوية الصناعية، مدته كم يا شباب؟ مدته 3 سنوات 9 فصول تدريبية. هذه أحد البرامج اللي قدمها المعهد الصناعي الثانوي في الدمام. كذلك عندنا برامج مهنية، عندنا برامج مهنية مدتها فصل تدريبي واحد، مدتها فصل تدريبي واحد، يحصل بعد إتمام البرنامج على شهادة برنامج تدريبي. هذه البرامج التدريبية بشكل سريع الموجودة حاليا عندنا اللي هو تركيبات الصفائح المعدنية، كذلك برنامج كهرباء السيارات، كذلك عندنا اللي هو تكسيات الألواح المعدنية، عندنا برنامج التصوير الصحفي، وكذلك برنامج أساسيات النجارة، برنامج تصميم تجهيز الطباعي، برنامج صيانة الجوال، برنامج التمديدات الصحية، ولف المحركات الكهربائية. هذه بعض البرامج، وإلا البرامج أكثر من هذا بكثير، لكن هذه بعض البرامج التدريبية مدتها فصل تدريبي واحد فقط، مدتها فصل تدريبي واحد فقط، بعكس البرامج اللي هو الدبلوم لمدتها 3 سنوات. استوديو اللي هو التصوير الصحفي، ورشة النجارة، هذا أحد البرامج لمدة فصل تدريبي واحد، كذلك اللي هو برنامج تصميم التجهيز الطباعي، برنامج تركيبات الصفائح. يعني هذه بعض البرامج المقامة حاليا في المعهد، مقامة حاليا. طيب المزايا، ما هي المزايا اللي يعني تقدم للمتدرب الملتحق في الصناعة الثانوية أو المعهد الصناعي الثانوي بالدمام؟ في مجموعة من المزايا،
احد المزايا له اولويه القبول في الكليات التقنيه. يعني خريج الصناعي المعهد الصناعي الثانوي له اولويه القبول في الكليات التقنيه. كذلك يوجد دعم من معهد رياده الاعمال وهو احد المعاهد الغير ربحيه اللي يوصل الى ربع مليون الدعم، بحيث ان الشخص ممكن يفتح لو عمل يدعمون الى ربع مليون، كذلك بعمل دراسه الى اخر من الاساتذه والاستشارات اللي يحتاجها حتى يفتح له مشروع. المتدرب الملتحق بالمعهد يحصل على مكافاه 800 ريال شهريا. كذلك عندنا بيئة التطوير أو بيئة التدريب متطورة جدا، مجهزة بأفضل التجهيزات وأحدث التجهيزات والمكاين على مستوى العالم. في عندنا مجموعة من المرافق في المعهد اللي ممكن يعني استفاد من عندنا. الوحدة الصحية، نتعرف على الوحدة الصحية و ما تقدم الوحدة الصحية مع دكتور. كذلك عندنا وحدة السلامة المهنية، وكذلك وحدة الشؤون الفنية، وعندنا مسرح المعهد اللي احنا متواجدين فيه الآن، عندنا المطعم، عندنا قرطاسية توفر اللوازم، المذكرات، الأقلام، كل ما يحتاجه المتدرب خلال مسيرته التدريبية في المعهد. كذلك عندنا بعض الوحدات مثل وحدة الأنشطة، وحدة أولاد الموهبة، نادي اللغة الإنجليزية، نادي الكشافة. كل هذه الأندية تقدم برامج حصرية أو لا منهجية خلال طيلة التحاق المتدرب بالمعهد، وراح إن شاء الله نأخذ نبذة عنها مع الزملاء. الإعلام هذا الآن نادي الموهبة والابتكار، مشاركة المتدربين في بعض البرامج وبعض الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالموهبة والابتكار. وحدة التوجيه والإرشاد، هذه برامج متنوعة اللي تهتم بال يعني جميع الأنشطة اللي تقدمها الوحدة الصحية، أحيانا في فحوص تبرع بالدم إلى آخره، بما يواكب الأنشطة على مستوى العالم أو على مستوى المنطقة. أي بعض الأعمال التطوعية، كذلك عندنا اللي هو فريق عمل تطوعي على مستوى المعهد يشارك في الأعمال التطوعية، الأعمال الخارجية للمجتمع. هذه الآن بعض الأنشطة الرياضية، وهذا ملعب المعهد. هذه بعض المشاركات والأنشطة لفرقة الكشافة. هذه أحد اللي هو ملتقيات التوظيف، يعني سنويا نقيم على المسرح اللي هو ملتقيات للتوظيف. هذه بعض الابتكارات الخاصة بالمعهد. شكرا لكم على استماعكم. لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، لأن تطوير التدريب والتعليم والاهتمام بمخرجاته هو من أهم الأسباب التي تدفع المملكة العربية السعودية لبلوغ أعلى درجات التطور والرقي. المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني تساهم بشكل فاعل حقيقة في هذه النهضة التنموية الاقتصادية من خلال تدريب وإعداد الكوادر المهنية المؤهلة السعودية، بالإضافة إلى أن يكون جميع تدريبنا مبني على احتياجات فعلية لقطاع الأعمال. سنعمل إن شاء الله على أن يكون فعلاً للشاب والشابة السعودية المساهمة الأكبر في اقتصاد مستدام للمملكة العربية السعودية. وقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بصياغة استراتيجية متطورة تتوافق مع متطلبات اقتصاد واعد ومتجدد، لتساهم بدورها لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030، وذلك من خلال إطلاقها لمبادرات جديدة
تستهدف من خلالها مواكبة رؤية المملكة المستقبلية بالوصول إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح. ويعد تحسين الجودة التدريبية من أولويات المؤسسة لتواكب بذلك تطورات سوق العمل وسد حاجة السوق من الأيدي الوطنية المؤهلة. وحرصت المؤسسة على الاستفادة من الخبرات الدولية في التدريب لتقديم برامج تدريبية وفق أرقى المستويات والمعايير العالمية. كما تعمل المؤسسة على تطوير شراكتها مع القطاع الخاص بشكل مستمر من خلال عدة مسارات، من أبرزها تشغيل معاهد الشراكات الاستراتيجية بالشراكة مع قطاع الأعمال لتقدم تدريباً منتهياً بالتوظيف، تأسيس مجالس تدريبية للقطاعات الحيوية المختلفة لوضع الخطط الاستراتيجية للمواءمة بين العرض والطلب على الكوادر الوطنية المؤهلة. ويبقى الفرد هو نواة المجتمع، بقلبه وعقله ويده يبني قواعد متينة من الكفاءة والمهارات لمواكبة النهضة. فنحن نؤمن بأن القوة الوطنية العاملة والمخلصة هي القوة الدافعة الكفيلة لبناء اقتصاد مستدام ومجتمع يتمتع بالرقي والرفاهية ليعم الخير كامل أرجاء المملكة. المؤسسة العامة لتدريب التقني المهني ستسعى إن شاء الله إلى تحقيق جودة عليا في تدريب يرقى إلى أن يكون فعلا في مصاف الدول المتقدمة. طيب يا شباب، السؤال الثاني بشكل، كم عدد المدربين؟ كم عدد المدربين في المعهد؟ ناخذ من الجهادي. طيب الرصاصي. طيب احسنت، 130 مدرب. 130 مدرب. المدرب عمرو زين مشرف نادي اللغة الإنجليزية.